عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ويقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بتلاوة القرآن، وفي رواية أخرى حسنوا. أخوتنا إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى ساحة القرآن، ساحة الذكر والبيان، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عوض الدبش العالم القرآني وأستاذ القراءات بالمنطقة الأزهرية. داعين الله أن ينفعنا بتلاوته، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة قانتا لله حنيفا. ولم يك من شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه.
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه بالحكمة والموعظة
وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإما قدتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا فعاقبوا
واصبر ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما ينكرون والذين هم محسنون صدق الله العظيم. حقا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما تيسر من آيات سورة النحل المكية أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عوض الدبش العلم القرآني، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا، ونشكر لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء باسم الأسرة الكريمة عائلات عودة. تقدم بجزيل الشكر السيد العمدة الحاج فيصل الغتوري والسيد العمدة الحاج حسين، وأشكر أيضا للمهندس الثروت من المهندس سامي أسعد أبو الجدايل، وأشكر أيضا للحاج هشام شعبان وكل من شرفنا من أهل الواجب، نشكر إليهم جميعا واجب العزاء. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الفراشة الفندقية الكبرى والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية أولاد عبد الوهاب وسعد ببيشة قايد. أشكر السيد اللواء حسين عودة، السيد المستشار محمد عودة، وكل من شرفنا بأداء واجب العزاء، والشكر أيضا لواجبات ضيافة الفندقية المتر حسين عبد الفتاح والمتر أحمد الفار، وأشكر أيضا لمصورنا الليلة ومخرج الروائع ناصر صلاح، والشكر أيضا لشيف الليلة الشيف رضا غزال، وشكر الله سعيكم جميعا
وإلى هنا يتوقف إرسالنا إلى هذا الحد على أن نلتقي بعد صلاة العشاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.